مرحبا بكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم فقرتنا. في الفقرة التانية هنتكلم عن العلاج بالدراما ثيرابي، وازاي ممكن نعالج الضغوط النفسية والحالة النفسية والقلق والتوتر، وايه هل في اي امراض اخرى من الحالة النفسية ممكن نعالجها عن طريق الدراما ثيرابي. ده هنعرفه من الضيف اللي مشرفنا في الاستوديو، استاذ سامح عزت، معالج نفسي بالسايكو دراما. اهلا بيك. اهلا بيك، شرفتنا. الله يخليك. ايه هي الدراما ثيرابي؟ بصي، هي الدراما ثيرابي هو العلاج النفسي باستخدام الفن. الفن ده يعني بيشمل اي نوع من انواع الفن؟ يعني في رسم، وفي تمثيل، وفي ساعات غنى كمان. يعني اللي هي بالميوزك ثيرابي، يعني العلاج بالموسيقى كمان. هو شكل غير تقليدي خالص للعلاج النفسي. هي المشكله انه العلاج النفسي التقليدي شويه بدا الناس تمل منه. يعني فكره انه يقعد على شازلونج ويبدا احكي لي بس ايه اللي تعبك وبتاع، هو ده خلاص ما بقى ممل قوي، لانه في ناس كتيره جدا طول الوقت بتحكي. يعني اي حد بيحكي لاي حد، انا مش عايزك تحكي لي، انا عايزك تتوحد معايا وتبدا تعالجني. فالدراما ثيرابي مش بتسمع الشخص، لا، احنا بنجسد المشكله ونبدا نعيش معاها ونبدا نتناقش فيها جوه المشكله. يعني اي حد عنده مشكله لما يبدا يحكيها خلاص هو بقى بره المشكله، فيعرف يفكر اكتر، يعرف ياخد حلول وقرارات اسرع وافضل. يعني لما الواحد بيحكي المشكله او بيشتكي لحد مشكلته دي، نوع من انواع العلاج او درجه من درجات العلاج، ان هو ارتاح نوعا ما، فبالتالي زي ما حضرتك بتقول ان هو خرج المشكله من جواه. بالظبط. هو بس احيانا الواحد مش بيرتاح. ما انا لسه هقول لك. هي الفكره انه مش بس احكي لك، بعد الحكي هيحصل ايه؟ بالظبط. يعني انا ممكن احكي لك مشكلتي وارجع لنفس التفاصيل اللي انا بعملها فتوقعني في نفس المشكله. تاني. طبعا. فبالتالي لا، احنا بنشوف المشكله. يعني انا بحكي لك مشكلتي، فبعد ما بحكي لك مشكلتي اذا وانا بحكي انا عندي مشكله في الموضوع ده، فانا بالتالي طول الوقت بحاول افكر انه ازاي احلها، بفكر معاكي. يعني المعالج النفسي بالدراما ثيرابي هو بيتشارك ويتوحد مع المريض، مش بشكل انفعالي. يعني انت لو قعدتي تعيطي ما اقعدش اعيط جنبك، مش ده خالص. يعني لا، اتوحد معاكي، لا انت عندك مشكله، خلينا نساعد بعض. والدراما ثيرابي فيها ميزه بقى، انه انا ما بديكيش حلول. ما لسه هقول لك يا دكتور، يعني بتساعده ان هو، لان احيانا حد عايز يلجا لحد متخصص عشان يساعده يقول له ايه الحل. أي. لكن معظم فعلا المحللين النفسيين او في الطب النفسي بيدي له اختيارات. وانت إيه لو حصل كذا هيحصل كذا، طب لو حصل كذا هيحصل كذا. فالواحد بحس ان هو بيبقى محتار. لان عايز حد يرشده، لان احيانا في حاله نفسيه بيكون تفكيره غير متزن. مش عارف ان هو يقدر لقرار صحيح، او حتى لو خد قرار في وقت حالة غير متزنة بيبقى قرار غلط. بصي حضرتك قلتي ايه؟ حالة غير متزنة. فبالتالي هو عارف انه في عنده مشكلة في شخصيته اصلا، فبالتالي انا لو اديت له حل للمشكلة اللي هو جاي بيها هيرجع تاني في الحياة وضغوط الحياة، فيجي لي بقى مشكلة اكبر او نفس المشكلة تاني. الدراما ثيرابي بتقوي شخصيتك، بتخليك تفكري. انا مش هديك حلول، احنا نقعد نفكر مع بعض، لكن انت اللي تحدد وتقرر وتاخد القرار وتتحمل مسؤولية قرارك. انا مثلا في حد بحبه، فبالتالي عايز انفصل عنه، طب قول لي انفصل ولا لا، مش بتاعتي. كل واحد ادرى بحالته وشخصيته، كل واحد يبقى عارف مشكلته ايه، فانا بساعده انه يبدا يفكر اكتر، نفتح بدايل اكتر. لكن ما ينفعش في المعالج اللي هو يقول له اعمل ده وما تعملش ده، يعني ما ينفعش. بالتالي انا كده مش بقوي شخصيته، انا عايزه يعني يتعالج. بمعنى ان هو يشوف المشكله قدامه بطرق اوضح واوسع. بالزبط. من نواحي وجوانب مختلفه. بالظبط. انت لو قعدتي في مشكله هتبقي بتتصرفي بشكل يعني هيزيتيشن، يعني مش ثابته، او من ناحيه معينه، او من منظور معين. بالظبط. بالظبط. المعالج النفسي بيفتح كل المشكله قدامك، وطول الوقت واحنا بنتكلم نشوف ممكن هو يلاقي حل وهو بيحكي كمان. صح. اللي هو انا اتخانقت معاها جامد، اذا المفروض ما كنتش اضربها على فكره، فخلاص حلت المشكله. فبالتالي انا بقى بعمق فكره انه خلاص يبقى تعمل كنترول على غضبك، تعمل كنترول على مشاعرك وانفعالاتك. وفي حاجه عجبتني في الجزء اللي فات كل مع الدكتور احمد اللي هو فكره الضغط والحاجات. طبعا. المشكله في الضغط، احنا كل الناس قالت الاسباب لكن ما قالوش السبب الاساسي. السبب الاساسي في الضغط والسكر، طبعا المصريين عندهم النسبه عاليه جدا في المرض ده. طبعا. طيب الاساس بقى تخيلي ايه؟ سرعه الانفعال والغضب، يعني النرفزه دي مستمره. طبعا بتنزلي الشارع وبتشوفي قد ايه الخناقات وقد ايه. طبعا. بس لا، ما احنا قلنا الحاله النفسيه ليها عامل كبير جدا في الضغط. بس هي الفكره، هو انا ليه بغضب بقى؟ يعني فكره انه احنا دلوقتي بقينا اكتر حاجه واسرع حاجه ممكن نعملها ان انا اغضب، انفعل، ازعق، اضرب. هي دي المشكله، لانه كل التفاصيل دي هو السبب الاساسي اللي بيخلي الضغط يعلى ويبقى فيه سكر ويبقى فيه مشكلات تانية. طب ما تيجي نلعب اللعبه احسن، بدل ما انت عارف تعمل كنترول انك انت تبقى بتغضب بشكل قوي، طب ما تقلل الكنترول.
الدراما ثيرابي بتعلم البني ادمين انه في حاجه اسمه الغضب الصحي، يعني انت من حقك تغضب، ما ينفعش اقول لك. وده طبيعي، لازم الواحد يغضب عشان يطلع اللي جواه بس بطريقه صحيه. دي مشاعر انسانيه لازم تبقى موجود، ما ينفعش اقول لك ما تخافيش، لازم تخافي الغضب، لازم تغضبي، بس هي الفكره امتى اغضب وقد ايه كميه الغضب وايه شكل الغضب وايه توابع الغضب. هو فعلا دكتور استاذ سامح انه الغضب بنحسه يعني نتيجه للاحداث اللي بتحصل بالزبط. ومرينا على مدى كذا سنه باحداث متتاليه وحاجات ما كناش متوقعينها ان هي تحصل. الغضب بقى متواجد حتى في الحاجات البسيطه، حتى الواحد لما يجي يسوق بحس يعني الناس اللي حواليه بتسوق بطريقه قاسيه شويه، ان هو حد لو كسر على اي حاجه على حاجه بسيطه يروح الواحد غضبان، وده نتيجه فعلا ان هو في غضب من جوانا. انا هقول لك المشكله ليه دايما الغضب مستمر. في فكره الكبت بقى، ان انا عندي مشكله مع المدير بتاعي فبكبت، عندي مشكله مع زمايلي فبكبت. كويس، الكبت ده بيجي يحصل ايه؟ يحصل نوع من انواع الغضب اللي هو الانفجاري بقى، انه ينفجر مره واحده، يعني ممكن وانت ماشيه كده بس حد خبطك كده فتقومي، لو انت عندك الغضب ده تنفجري بجد، وانت طب الحدث لا يعني ما يستوعبش كل ده، حصل صح. موقف خلاص يبقى الغضب على قد ده، لكن ده نوع من الغضب الانفجاري اللي هو نكبت. الدراما ثيرابي بتعمل ايه بقى؟ احنا بنطلع الصراع الداخلي اللي جوه البني ادم قدامك. انا عندي مشكله مع المدير، ماله المدير؟ عمل لك ايه؟ فيبدا يحكي لي الدراما، يعني عندنا ستوري اللي هي القصه يبدا يحكيها، وبعدين الرولز اللي هي الادوار، وبعدين البرفورمانس انه ازاي تادي الادوار. احنا بنمثل، بيبقى في دراما بجد. انه تعالى قول لي المدير ضايقك ازاي، طب خلاص انا هلعب دور المدير، لا هو هيقول لي لا خليني انا العب، فهو هيبقى دوره متمكن جدا لانه شافه، هو اكتر واحد شافه ازاي بيغضب عليه، صح. ازاي بيزعق له، فبيعمل اللي هو تبادل الادوار. هو لما بيعمل كده يرجع يسال نفسه، طب انا فعلا كان في سبب انه يغضب عليا ولا لا؟ لو مفيش سبب اوكي، هو عارف ان الشخص ده غضوب، فبالتالي عارف ازاي بيبدا يتعامل معاه. وفي نفس الوقت لو في سبب انه خلاص انا مش هعمل السبب ده تاني عشان اعمل كنترول انه ما يبقاش عليا غضب. الغضب المشكله جدا بقى في الشعب المصري، وده منتشر جدا، يعني مش عايز اعمم بس نسبه كبيره قوي، الغضب اسمه الازاحي. بمعنى يعني ايه؟ بمعنى ازاحه، يعني مثلا المدير ضايقني فانا اروح اضرب مراتي، اطلع على القليل على الشخص الضعيف، او ممكن مراته تضرب، يعني على حسب مين اللي اقوى. كويس. أيوة. او ممكن انه الزوجه تبقى خلاص خدت الغضب من الزوج، خلاص خدته، فتقوم رميه على مين؟ على الاولاد. فالاولاد الكبير يجي على الاصغر، او الاخ الكبير يطلع على اخو الصغير، لحد يقعد بقى ياخد منه الحاجات. فاهم الفكره؟ طب احنا ليه بنعمل كده؟ انت في شخص غضب، اتكلم معاه. الدراما ثيرابي بقى بتاخد كل المخزون ده، كل الصراعات الداخليه دي، ونبدا نمثل، نبدا نتكلم مين الشخص وايه التفاصيل اللي حصلت، وتبدا تقول لي انت احساسك كان عامل ازاي، كل التفاصيل دي. طب بس هي يعني اساسها التمثيل، ولا زي ما حضرتك قلت في البدايه ان هي عباره عن العلاج بالفن؟ الفن فيه طرق مختلفه جدا، منها التمثيل، منها جزء، منها التمثيل جزء منها. حضرتك جايبه يعني مثلا أدوات، يعني دي مثلا ده صندوق، كويس، ده فيه اشياء كتيره جدا، كويس، ده اسمه الإحماء بقى. الإحماء إنه إحنا قاعدين خلاص، إن عندي مشكلة وأنا حاسس إن أنا محبط ومكتئب وعندي ضغط وحاسس إن أنا تعبان، طب خلاص خلينا نلعب. على فكرة في الدراما ثيرابي مش بس دي الأدوات، أي حاجة في الدنيا ممكن تبقى أداة لدراما ثيرابي، بس لازم المعالج النفسي يبقى عارف إزاي يستخدمها. المعالج النفسي في اللحظه دي مش بس بيسال او بيسمع، لا هو بيعرف امتى يسال فين وامتى وازاي. بس الادوات دي يعني ممكن نستخدم ادوات مختلفه. والادوات المختلفه دي بتنفع لحالات معينه، يعني مش كل حاله مثلا ينفع لها الرسم، او يعني وفي حالات معينه هي اللي ممكن تتعالج عن طريق الرسم مثلا. بالظبط. يعني مثلا في الامراض اللي هي النفسيه الصعبه قوي بقى، اللي هي الشيزوفرينيا والهيج العصبي والحاجات دي، لا ده كل الدراما ثيرابي وحتى السايكو دراما ما بتنفعش معاها قوي الا بعد ما يبدا يبقى الدواء العلاجي الكيميائي يبدا يشتغل، فده محتاج بقى دكتور في اللحظه دي، مش معالج بس. بس ممكن في نفس الوقت الدراما ثيرابي مع لو حد بياخد علاج دوائي لحالته النفسيه. طبعا بيبقى بشكل موازي، بس يعني قصدي في حالات ما ينفعش، لكن ما نوقفش طبعا لو حد لا حاله نفسيه محتاجه بالزبط. فعلا علاج دوائي بالزبط. لازم تلتزم بالعلاج لكن الدوائي، لكن في حالات مش محتاجه اصلا دواء، يعني الاحباط والاكتئاب وطول الوقت التوتر والقلق، ده كل مصر، بالتالي مفيش دكاتره هتكفي. يعني احنا مثلا بنفتح حاجه زي كده مثلا، كويس، ده جنزير وسلسله ومفتاح. طب دي ممكن تعالج ايه؟ هو بيبدا ياخد المفتاح، اقول له حاسس بايه لما بتمسك دي؟ فيبدا يبص عليها ويقول هو انا مقيد
في حاجات كتير مش قادر اعملها، في حاجات كتير نفسي اعملها لكن خايف احساسه اتجاه الاشياء كويس. وبعدين بعد شويه هقول له طب لو انت معاك المفتاح، احنا بنتكلم عن المشاعر كانه رموز، خلي بالك انه في حاجات كتير مقيدانا في حياتنا، يعني في اوقات كتير بنبقى عايزين نتكلم ما بنقدرش ناخد بالنا كمان من هو ده السبب اللي هو مخليني كده، مبيبقاش عارف السبب، ودي بتبقى مشكله كبيره جدا ان الواحد يبقى حاسس احساس معين او حاله نفسيه معينه مبيبقاش عارف السبب بالظبط. هي الفكره انه هنا بيكتشف لانه انا مش عارف ايه المشكله جوايا. طب خلينا نكمل الحاجات العمليه دي لان يعني هتوضح ازاي ممكن حاجات بسيطه في حياتنا نبص لها بطريقه مختلفه. بسيطه جدا يعني فعلا ممكن تساعدنا. عايز اقولك ان في حاله من الحالات مجرد ما شافت دي قعدت تعيط كتير قوي. ما شكلها بؤس يا دكتور. هي مش بؤس، هي الفكره فكره الطفوله. لا هي مش الشكل، هي في اللحظه دي لما بتمسك الملمس هي بتفتكر طفولتها. كانت بتضحك بجد، كان عندها مشاعر. طب ممكن اخد العروسه؟ اتفضلي. فطول الوقت انت بتستمتعي بادوات، وبعدين ببدا بقى مع ساوند تراك ببدا اقول لك انه دي شكلها عروسه غلبانه خالص. ما هي غلبانه، هي مسكينه جدا. مسكينه جدا. هي مسكينه من اللي سمعته لان في حالات كتير اشتغلت عليها يعني. طب دي يعني زي مثلا العروسه دي حضرتك بتبقى الادوات دي مع حضرتك طول الوقت. وحسب الحاله اللي قدامك بتطلع بيبقى الادوات موجوده. بالظبط. انا عندي ده صندوق الحياه، ده بيبقى موجود طبعا، انا جايب بس اجزاء منه. اجزاء بس معينه صغيره جدا، لكن طول الوقت فعلا كل حاجه من دي. طب دي ممكن العروسه ايه يعني ممكن تعالج ايه يعني ايه الحالات اللي ممكن تعالجها عن طريق العروسه ازاي؟ بصي، فكره انه طول الوقت الهروب من الحاضر، يعني في ناس كتير قوي بتهرب، اللي هي فكره انه انا مش عايز اشتغل، انا مكتئب جدا، انا مش عارف انجح. طب نرجع لورا كده هتلاقي ممكن تبقى البنت الصغيره دي وهي صغيره كانت بطله سباحه مثلا، او 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 هي كانت بتمثل وتعمل حاجات ناجحه جدا. طب ما نيجي نرجع ورا، طب ايه اللي غيرك؟ طب هل في مشكله؟ هل شخصيتك اللي اتغيرت ولا حياتك بقى عليها ضغوط اكتر؟ طب ما تيجي نرجع ورا شويه، يعني بنبدا نخرجه من الواقع الصعب المؤلم في اوقات، ونروح بقى الوقت اللي هو حبه، الوقت اللي هو بيبدا يختاره، لان احنا بنعمل زي حاجه اسمها الهيبنوسس كمان، تنويم بالايحاء، انه بيبدا يغمض وفي ساوند تراك هادي جدا بس طبعا ساوند تراك مخصص يعني، ويبدا بقى يروح في المكان اللي هو حبه، يبدا يتكلم عن طفولته، يبدا يتكلم عن مكان حب وسابه. بس بيكون نايم زي التنويم المغناطيسي ولا مش نايم قوي يعني. هو اسمه تنويم بالايحاء، احنا بنوصل الشخص لمرحله اسمها الالفا، غير التنويم المغناطيسي اللي هو نايم ومجرد مش نايم وبيتحرك. لا هقول لك، بيبقى فكره انه مسترخي جدا، كانك بالظبط اقول لك الاحساس كانك ما نمتيش 3 ايام وخلاص دلوقتي داخله اخر خطوات على السرير. بس عرفتي الاحساس ده؟ جسمك بقى بيبدا درجه حرارته تعلى، وبعدين العضلات بتاعه الرموش تبدا تترخى قوي وجسمك كله يترخى، فخلاص هو ده الاحساس اللي احنا بنوصله للشخص. في الحاله دي بيبدا يبعد عن كل الضغوط وكل الافكار اللي طول الوقت بتهاجمه، الشغل، الولاد، الفلوس، الماديات، عندي خناقات مع صاحب البيت، عندي مشكله في البلد. لا، انت بتنسى كل ده وبتروح عند المناطق اللي انت بتحس انك مرتاح فيها، انك عايز تروح لها. ممكن بقى يبقى مكان له مفتاح مثلا، او عروسه ممكن يبدا يتكلم عن الطفوله او اي حاجه. طب وبعد كده ايه النتيجه؟ هيستفيد ايه؟ وهو بيبدا يتكلم قال لها طب ما انا نفس الشخص اللي كنت طفل، ايه اللي حصل؟ انه بقيت عصبي زياده، ان بقيت متسرع، ان باخد قرارات غلط، انه طول الوقت مش فاهم ايه الخطوه اللي انا بخطوها، ان ما عنديش هدف. فلما بيبدا يحكي ايه ده انا عندي مشكلات على فكره، ونبدا بقى نقول له طب ما ترجع تاني، بس مش ترجع بقى لانك طفل، ترجع لنفس القوه بتاعتك اللي كانت موجوده في الطفوله، وتبدا تشتغل عليها، تشوف ايه هدفك، ايه قرارك، ايه الحاجه اللي انت محتاج تعملها. كل الحاجات دي على فكره بسيطه بس ده جداً. بياخد يعني بياخد كذا جلسه لكل حاله ولا مش في كل الحالات. بتختلف مش في كل الحالات، يعني في حالات نفسيه بتبقى مجرد بس ان هو يفكره انه ناجح، يعني هو اوريدي ناجح بس عنده شويه احباطات في الفتره الاخيره من حياته، لا ارجع انت ناجح اصلا، يعني بتبقى جلسات قليله. لكن في جلسات بتستمر مثلا ممكن يبقى 4 جلسات او 5 جلسات متتابعه، ان احنا افتكرنا الطفوله، طب ارجع، طب انت عندك الام هناك، عندك مشاكل هناك، فتبدا تظبطها. كل التفاصيل دي على فكره بتحصل بشكل سموث جدا، يعني في هارموني ما بين الادوات، بيرسم ساعات، بيبدا يتكلم مع اشخاص ساعات، يعني مثلا بعد اول جلسه ممكن يحس بفرق. اكيد ده لازم بقى. ليه؟ لانه احنا طول الوقت بنروح الحاجات عارفه التقليديه، احنا انت بتنزلي من البيت تروحي الاستوديو تخلصي تركبي العربيه، روتين معين الروتين. اوكي انا بكسر حياته فجاه لما تلاقي المعالج داخل ومعاه ماسكات وورد وحاجات، ايه الموضوع؟ هو نفسه يبدا يتخض. ده حقيقي. هو انا جاي اتعالج ولا ايه الموضوع؟ يعني بدا يقلق. بس هي الفكره انه لما بيلاقي شويه التكنيك مختلف عشان كده ده علاج اقوى،
ليه أقوى من التقليد؟ نتكلم عن النقطة دي بقى، بس ناخد اتصال. سمر، ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي سمر، بس علي صوتك بعد إذنك. يا دكتور. سامعك الدكتور، بس علي صوتك برضه. اتفضلي. حضرتك، أنا يعني كتير قوي ببقى عايزة أنام لما يكون عندي مشكلة، وعلى طول بحب أخبي وشي، ما أحبش يعني يعني أرض، يعني لما يجي لي مشكلة ما ببقى مش عايزة أفكر فيها، أو بحاول إن أنا أهرب في أي حاجة منها. فمش عارفة، يعني أنا عارفة إن دي مشكلة، بس أنا مش عارفة أعمل إيه. سمرتي عندك كام سنة؟ أنا عندي 24. 24. ليك اسئله ليه؟ سمر، هو الموضوع ده بشكل مستمر ولا المشكلات الكبيره قوي؟ لا، ده بشكل مستمر، يعني بشكل حتى مستمر. في المشاكل الكبيره او المشاكل القليله عاديه، حتى لو في حياتي اليوميه حصل حاجه بحاول ان انا بهرب منها في النوم، ان انا بنام كتير جدا، وان انا ما بحبش افكر، وببقى كل تفكيري ان انا عايزه مثلا ايه، يعني اهرب من اللي انا فيه بس. أوكي. حاضر، هنجاوبك يا سمر، شكرا. ممكن طلب لو سمحت؟ اتفضلي. سريع، عايز بس رقم الدكتور. حاضر، حواليكوا الكنترول وتاخدي رقمه. شكرا. أوكي. يا سمر، استاذنك استاذ سامح، هنطلع فاصل مشاهدينا، فاصل ونرجع مره تانية، خليكم معانا. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين فقرتنا عن الدراما ثيرابي. برحب بك تاني يا أستاذ سامح. وقبل ما ندخل في أسئلتنا، يا ريت نجاوب سمر اللي هي كانت ما بتنام، لا بتهرب من مشاكلها عن طريق النوم. هي برافو عليها انها قالت انه هي ايه المشكلة، يعني 90% من حل المشكلة ان انا اعرف هي ايه المشكلة اصلا. هي بتقول ان انا بهرب من النوم. طب ما نعمل ستوب عند الكلمة دي كده. طب ليه بتهربي؟ طب ما تحلي مشكلتك، اقعدي فكري في مشكلتك قبل ما تهربي. اقعدي كده بالراحه وفكري ايه المشكله. المشكله ان انا مش قادره اخد قرار، ولا المشكله ان انا خايفه اخد القرار يطلع صح ولا غلط، ولا المشكله ان انا اصلا ما عنديش حاجه اخد عليها قرار. احيانا ممكن يبقى المواجهه ان انا اواجه الشخص اللي انا عايز احل معاه المشكله دي، بتبقى صعبه. بس على الاقل افكر ازاي اواجه، لانه مش هواجه هيعمل كابت عندي. فاهم الفكره؟ ويبدا يعمل بقى صراعات نفسيه من جواكي. انت ما واجهتيش الشخص، بس انت تعبتي بجد، وشخص مع اتنين مع تلاتة بيحصل مشكله كبيره جدا. في الدراما ثيرابي بنعمل ايه بقى؟ شايفه ده ظرف جواب كويس. طيب ما تكتب جواب للشخص اللي انت عايز تواجهه، مش لازم تدهوله على فكره. يعني في اللحظه دي فكره انك بتكسري القيود اللي طول الوقت. طب ما انا قلت الكلام، يعني انا كتبته، ما انا ممكن اقول ده. طب ممكن الطريقه دي ممكن تضايقه، فبالتالي ابدا اشوف الافكار ايه اللي ممكن اواجهه بيه في نفس الوقت ما اخسروش. لكن فكره ان انا خايف اواجه يبقى عمري ما هواجه، خايف اخد قرار يبقى عمري ما هتقدم. فاهم الفكره عامله ازاي؟ الاصعب بقى كده انه في اوقات كتير الخوف، يعني حضرتك قلت الخوف كذا مره، الخوف اللي الواحد لازم يتخلص من الخوف. طبعا، عشان يقدر يواجه اي مشكله هو بالظبط. وبعدين لو هيعيش عشان خايف ان هو يواجه او خايف ان هو يحل مشكله. بصي هقول لك على حاجه، اصعب خوف هو الخوف من الخوف نفسه. يعني انا خايف اخاف فما اعملش. طب ما انت لازم تتعامل مع خوفك، لانه اصل الخوف ده هتواجهيه في كل حته، في بيتك، في اسرتك، وانت ماشيه في الشارع، وانت بره مصر، جوه مصر، في كل لحظه انت ممكن تتعرضي للحظات الخوف. فلو انت خايفه من الخوف يبقى انت هتفضلي قاعده في البيت طول الوقت، ويجيب لك بقى فوبيا من حاجات تانية، فوبيا النزول، انك ما بتنزليش من البيت اصلا، ما تبصيش من الشباك لحسن خايفه ان حد ممكن يخبطك بحاجه. فيبدا بقى يخش في شكل مرضي بجد، بيبقى عنيف طبعًا. جدا، وبيبقى مرض نفسي قوي. فبالتالي لا، اواجه خوفي، اتكلم معاه عادي. الدراما ثيرابي بنجسد الشخصيات كمان، عارفه بنعمل ازاي؟ انت خايف صح؟ طب ما تقعد الخوف قدامك. هو انا خايف منك ليه؟ يعني ايه مشكلتك معايا؟ هل انت اقوى مني ولا انا اقوى منك؟ ده تمثيل على فكره. انه اقعد خوفي قدامي وابدا اتناقش معاه. في الاخر انا مش خايف منك على فكره، انت زيي، يمكن اضعف مني كمان، يمكن انا عندي حاجات كتيره ممكن اعملها ان انا ممكن الغيك من حياتي، تبقى موجود لكن بشروط، وتيجي في الوقت اللي انا عايزه بس. فالكلام اللي فيه قوه دوت بيغير شخصيتي، بيخليني طول الوقت عندي جرأه ان انا ابدا اتناقش وتفاعل مع الناس، بدل ما اني افضل طول الوقت منطوي، وطول الوقت بفكر بشكل تقليدي، وطول الوقت ببقى مخنوق او محطوط في حته ما بعرفش اطلع منها. فهمتي الفكره؟ يعني طب من ضمن الادوات برضو الماسك ده، يا ريت. بصي بقى، الماسك دوت الماسك دوت اي بني ادم عنده ده. عنده الماسك ده، لانه احنا عندنا الوش بتاعنا. لكن الماسك بتاعنا، الوش اللي الناس شايفاه، هو ثلاث طبقات، مش طبقات جلديه، انا بتكلم من المعنى النفسي. ده الماسك الاولين، ده شفاف خالص. ده بيعني ايه؟ حالا هقول لك. ادي واحد، ده شفاف كويس، وده الابيض،
ابيض. ايوه وده اللي انت بتقولي عليه هو كتير. ايه الموضوع؟ طيب بصي، ده اللي بيحصل جوانا كله، كل المشاعر والاحاسيس اللي متلخبطه عشان كده هو ده اخر ماسك، ده اللي جوايا، ده اللي جوايا، ده اللي طول الوقت جوايا. ممكن يبقى فيه متناقضات، يعني حاجات متناقضه، ممكن ابقى سعيد وحزين في نفس الوقت، ممكن ابقى خايف وعنده جرأه في نفس الوقت، كل المشاعر اللي موجوده جوايا. كويس. واللخبطه الواحد اللي بيحس احيانا جواه بالظبط، مش احيانا، بشكل مستمر. ايوه برافو عليك، انه دايما عندنا لخبطه. لكن احنا بنشوف اللخبطه، نختار حاجه واحده هي دي اللي بتظهر. لما بختار مشاعر محدده، الخوف مثلا، فيبدا الخوف يدي اوردر للشفاف ده. الشفاف ده هو اللي بيخلي ده الجلد بقى، ده الوش بتاعنا الطبيعي. كويس. ده اللي بيبدا طول الوقت، ده اللي بيبدا يتشكل، يبان بقى الرياكشن بتاعك ده غضب ولا خوف. ممكن نرفعهم فوق شويه كده. ده بقى خوف، غضب، حزن، اكتئاب، بيبان ده، بيبان على بيبان خلاص انه انا باين ان انا دلوقتي حزين جدا. اوكي. انا المشاعر اللي جوايا اقوى مشاعر باينه هي الحزن، فبيدي اوردر للشفاف ده انه يبدا يشكل الرياكشن بقى. احنا سريعا استاذ سامح، عشان للاسف وقتنا خلص، بشكرك لوجودك معانا، وبشكرك وان شاء الله مره تانية هنكمل الادوات ان شاء الله. مشاهدينا، اتمنى تكون الحلقه استفدتوا منها. استنونا كل يوم حلقه جديده، موضوع جديد، ولايف كلينك.